من أجمل ما ورد في الطريقة البلاغية القرآنية. هناك فرق بين الحياة والثعبان، فالحياة تطلق على الصغير، أما الثعبان فيطلق على الكبير النحوي. انظروا إلى دقة إعجاز القرآن في قصة موسى عليه السلام. الموقف الأول عندما كان موسى سائلا من أهله ليلا وأبصر نارا وجاء ليستأنس بها، فناداه الله أن يلقي عصاه، فقال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا مناسب لحال سيدنا موسى، فالمراد هنا أن يرى معجزة لا أن يخاف منها، فانقلبت العصا إلى حية صغيرة. الموقف الثاني عندما ذهب إلى فرعون وطلب فرعون دليلا على نبوءة موسى عليه السلام، فألقى موسى عصاه، وهنا قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لأن المراد هنا هو إصابة فرعون لعله يؤمن بموسى عليه السلام. الموقف الثالث عندما اجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس، عندما فألقى موسى عصاه قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن أنت عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لم يحدد الله تعالى في هذا الموقف جنس العصا من ثعبان أو حية، لأن المراد هنا أن تتحرك العصا وتنتهي جميع الحبال التي سحرت أعين الناس بشكل حقيقي لإقناع السحرة والناس أن حبالهم تمثل الباطل وعصا موسى تمثل الحق. وفي ذلك قال تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. هذا والحمد لله رب العالمين.